يلا يا عم بقى خلصنا وشفنا الدنيا دي ماشيه ازاي بقى خالص. شوف الطلبيه بتاع المحل التاني اللي هناك ده. السلام عليكم معلم دفراس. اهلا يا اخويا، اكيد جاي عايز بيض على الصبح. لا انا جاي ادردش معاك بس شويه. ايه الدردش معايا دي؟ اصحاب مثلا؟ انتنين مع بعض؟ واحده واحده بس عليا، انا جاي اكلمك في مشروع. مشروع يا عم اتكل على الله، هي الحدايه بتربي كتاكيت يا سيدي. يوضع سره في اضعف خلق. اسمعني بس، شوف انا عايز اقول لك ايه، ولو الكلام ما عجبكش خلاص. عليات خير؟ قبل اي كلام اوعاكي تجيبي سيره مواعيد قبض الجمعيه. مش انت بس يا حبيبتي اللي مزنوقه، الناس كلها مزنوقه. بس بس في ايه؟ هو انا لسه فتحت بقي؟ مين قالك ان انا هتكلم في كده؟ انا جايه وجايبه معايا فلوس الجمعيه، شهرين مقدم كمان. اصل احنا صراحه الفتره الجايه مش فاضيين للحاجات الصغيره دي خالص. خدي يا اختي. ها؟ طب اتفضلي. لا بفوت عليكي بعدين. سلام عليك. عليكم السلام. شوف كده بقى، يبقى دخل لك فلوس قد ايه؟ فلوس عمرك ما كنت تحلم بيها. استاذ جمال انت متاكد من الارقام اللي انت بتقولها دي؟ ما انا شرحتها لك. طب احسبها. طب كمل يا استاذ جمال يا اخويا كمل. بص يا سيدي، انت من اسمك تنزل مثلا، تنزل فرعين، الفرعين دول تحط مثلا دوريتين، او واحده تحط فيها مثلا محمد والتاني تحط.
يعني انت ضفراوي دخل وقبط ده يا رمضان؟ هو انا يعني هكدب عليك؟ بقول لك رابع اسبوع يا اخي باخد في دولارات اهو. ايه دول مش دولارات؟ 600 دولار، كل دولار ينطح التاني اهو. يا جماعه انا بعمل كده علشانكم. انا بالنسبه لي تحت الشجره بتاعتي فيها ناس كتير، معايا فلوس كتير الحمد لله. عايزكم بس تلحقوا قبل فوات الاوان. انا لو بيدخل لي المبلغ ده كل شهر عليا الطلاق بالثلاثه، لا اقفل الورشه واسرع الصناعيه ولا وجع دماغ. انت بتقول فيها يا رمضان؟ انا زيك مش رايح الشغل تاني، وهثبت على الموضوع ده. بس ايه بقى جد؟ ما تسالوا ضفراوي يا جماعه. لا صح. بصوا بقى انا مش فاضي، اللي عايز يخش اهلا وسهلا يجيب فلوس. ماشي؟ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رعايه الله يا اخوي. مع السلامه. رعايه الله. الموضوع ده بجد يا ضفراوي. هو انا يعني هكدب يا رمضان؟ والله ما بكدب يا ابني. لا مش نخش في الموضوع ده. الفل يا حبيبتي. مساء النور يا حبيبي. لما جيبك اتملى ظهرك اتفرد وراسك بقت فروق. شفت بقى الفلوس حلوه ازاي؟ معقوله في اربع شهور بس يبقى معانا كل الفلوس دي؟ مين كان يصدق؟ مش قلت لك امشي ورايا وانت تكسب؟ لا ولسه اللي جاي احلى ان شاء الله. بس موضوع صفيه وعصام اللي مسافرين كمان يومين ده، الموضوع ده مضايقني على فكرة. مضايقك؟ مضايقك ليه؟ احنا بقينا فاهمين الموضوع زينا زيهم بالظبط ويمكن اكتر. ده احنا بناخد وندي مع الناس وهم مش في الصورة اصلا. هو ده بقى اللي قلقني. قلقك؟ قلقك ازاي يعني؟ يعني كل مرة بيقع فيها موقع بتاع الشركة بيجي لي 1000 تليفون. ساعتها بحط ايدي على قلبي واقول فعلي بالي يا خوفي. يا خوفي الموقع ده يقع وما يرجعش تاني. عارفة ساعتها أنا وإنتي بس اللي هنشيل الليلة دي كلها. أيوة بس الموقع بيقع وبيرجع تاني. وبعدين صفية وعصام فاهمين الموضوع ده من البداية وإحنا مفاهمينه للناس، يبقى تشيل الموضوع ده من دماغك خالص. جمال أنا ملاحظة إن أنت مبقتش تصلي. بصوا يا جماعه احنا الفتره الجايه دي محتاجين فيها ناس جديده. ضفراوي عايزك تطلع كده على منيا القمح تشوف لي حبايبك وناسك وصحابك كده يعني. وانت ابراهيم عليكوا على اسمع ليها بقى قرايبك واهلك. احنا عايزين نكبر الموضوع شويه بقى يا جماعه ولا ايه؟ حاضر جيم، كلام صح طبعا. واللي ما يوافقش سيبوه، بالعكس هو حر تماما مسيره يلف يلف ويرجع لنا تاني. ديتها بس يشوف دولارات مع اي حد فيكم هيجي مسلم. تعرف استاذ جمال يا اخويا، انا في ناس ببقى رايح لها ومتاكد مليون في الميه انهم هيدخلوا معانا وفي الاخر ما يرضوش، وناس تانيه ببقى رايح لهم مقدم خط ومؤخر التانيه الاقيهم دخلوا في المصلحه بكل بساطه. عادي بتحصل معانا كلنا. بس في حاجه كده يا جماعه غلط بتحصل، بشوف بعضكم كده بيعملها عايز اقول لكم عليها. يعني بلاقي كده تيجي تكلم مع واحد صاحبك بقالك كتير ما اتكلمتوش، عشان أول ما ترفع سماعة التليفون تقول له هات 500 دولار كده وتعالى. لا غلط. المفروض يعني أول مكالمة دي تقول له إزيك؟ إزاي الأولاد؟ إزاي الصحة؟ تاني مكالمة تيجي تقول له ما تيجي نتقابل نشرب حاجة. تالت مكالمة هو أكيد هيرجع يكلمك. الرابعة دي المفروض بقى إن هو يكون إيه؟ اطمن لك تماما. تاخده كده بهدوء وتتعامل معاه بالراحة. لازم الحكاية تبقى متخططة كده مظبوطة يا جماعة. ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اصلي يا جيمي اصلي. ده انت بقيت استاذ. ده كمل ده ونعمل احترام وجير. تسلم يا ضفراوي حقيقي. عارف يا جيمي طول عمري كده بشوفك انسان كبير ودماغ كبيره وراجل اقتصاد من الطراز الاول. تلامذتك يا ابراهيم. ما تقولش كده، ده انت الاستاذ. مالك يا رمضان ساكت ليه؟ اصل بصراحه انا خايف قوي. خايف؟ خايف من ايه؟ قفلت الورشه وسرحت الصناعيه وخايف اكون غلطت. انت عبيط يا اسطى؟ في حد في الدنيا بيعمل كده؟ وهو انا الواحد اللي عملت كده؟ ما خليه قفل محله.
وامين ساب شغله، وبصراحه بقى الموضوع ده عشان تعمل منه ثروه صح لازم تكون متفرغ تماما. غلط غلط يا رمضان اللي انت بتقوله ده. اي نعم موضوع التسويق الشبكي موضوع مربح، بس ده ما يخلكش برضه تسيب شغلك. طب ما انا قدامك اهو بروح شغلي، وبصراحه بقى انا عمري ما هبطل اروح شغلي ابدا. تمام يا جماعه. صباح الخير يا باشا. اهلا 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 بالباشا. صباح الخير يا عزيزه. صباح الفل والورد والياسمين. انا لما لقيتها جت 12 ونص وانت ما جيتش قلت الباشا هيريح النهارده، كنت لسه همضي لك على الدفتر. لا انا كان عندي بس شويه مشاوير كده كنت بقبض فيهم ناس. الله الله الله، ويا ترى بقى يعني ملناش حاجه كده؟ لا قبضك نزل انت وشويه من الزملاء. ياه دول جم في وقتهم والله. بس انت مش عجباني يا عزيزه اللي من دول. ليه بس يا باشا؟ كسلانه كده. والله بقى عندك حق، اوعدك الاسبوع ده انا هجيب لك ناس كتير قوي من عيلتي، ده حتى الواد ابني راح الجامع وعمل شغل هايل وقال لي يا ماما اخر الاسبوع هكون جايب كل زمايلي الطلبه. طيب تمام، شد حيلك بقى. طيب انا كنت جاي بس عشان اقبضكم، انا رايح كده عندي شويه مشاوير. ماشي ماشي يا باشا، تنسيش بقى تنديل على الانصراف. ها امور يا باشا. يلا سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. جمال باشا مع السلامه. اهو يا ديش. فاتت سنه يا حاج، لسه برضو مش مطمن تدخل معايا؟ لا يا عم، الله الغني، انا كده عايش مرتاح البال، وبعدين مش عايز حاجه من الدنيا غير الستر والصحه. ولعلمك بقى يا جمال، رغم الفلوس اللي انت عملتها دي كلها، بس انا برضو بقولك قلبي مش مرتاح يا جمال. يا حاج بقولك فاتت سنة والشركة الحمد لله ماشية زي الفل والمكاسب عمالة بتزيد، ده انا الحمد لله بقيت مليونير. مليونير حتة واحدة؟ ايه ده؟ دي اتجالت ممنوعات ولا ايه؟ ممنوعات ايه بس يا حاج، انا شغال في النور. كمان انت تعرف عني كده؟ انت تعرف عني ان انا اعمل حاجه تغضب ربنا برضو؟ يا ابني انا اللي مربيك، وعشان كده مخي هيطقم التفكير، وبسال انت اللي حاسبها غلط ولا انا اللي حاسبها غلط؟ انا حاسبها صح جدا يا حاج. انا نفسي افهم ازاي الكلام ده مش داخل دماغي، عايز اعرف يعني. يا ابني يا جمال في حاجه غلط. انت بس يا حاج اللي مش فاهم فكره التسويق الشبكي. ده مش تسويق شبكي، ده تسول شبكي. برأي يا حاج، هو انت اللي جاي عليك يا اخويا في حاجه غلط؟ في حاجه غلط؟ بتنكد على الواد ليه؟ الواد جاي لك ومبسوط يا قلب امه، ما صدق ربنا فتحها عليه من واسع، بتنكد عليه ليه يا حاج؟ هو انا اكرهه؟ بس كان نفسي، كان نفسي يا جمال يا ابني الكلام يبقى موزون. الكلام مش موزون. خلاص يا حاج انا مش هضغط عليك. طب قولي بقى، انتوا مش ناويين تيجوا تزوروني في شقتي الجديده اللي في المعادي؟ لا يا جمال مش هنيجي. ليه كده بس يا حاج؟ عشان انا خايف اجي اتفرج واخاف عليك اكتر من ما انا خايف.